ديال بوركيكا. اليوم رانا حابين نوجهوا رساله للشباب اللي راهم برا قاعدين عندهم مواهب والمواهب هذه ما استغلوهاش لحد هذه الساعه. احنا نقول لهم من المنبر تاعنا هذا نداء لجميع سواء كان شاب صغير او تخرج من المدرسه وهو عنده موهبه وحب يفجر الموهبه تاعو هذه، الابواب راهي مفتوحه. من تكوين مجاني، المرقد كما قلنا مجاني، الاطعام شبه مجاني، ما كل شيء متوفر، خاصك غير انك تقبل ايها الشاب على مؤسسه تكوين مهني وتخير اختصاص اللي يناسبك باش تدير كما يقولوا مستقبل لحياتك. خرجت من المؤسسه في 2022 وخممت انه ندير ستاج، وجيت لمركز التكوين المهني في بورقيقة، درت تخصص الخياطة ونجحت في هذا التخصص. ننصح بزاف بنات انه كي يخرجوا من المدارس تاعهم يتوجهوا لمراكز التكوين المهني، باسكو كاين بزاف حاجات اللي تفيدهم ويقدروا يديروا مشروع خاص بهم ويديروا بزاف حاجات في حياتهم باش ما يوقفش التعليم تاعهم. وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل متربصات برا، وان شاء الله احنا ندعو الشباب تاعنا يجي يلتحق بهذو الصوال، اللي عنده نيفو اللي ما عندوش يجي خير من قاعد برا. جي عندك ميتي كيما يقول لك ناس بكري، حرفة اليدين اذا ما غنيتكش تعيش. المهم يا خويا ما تكونش كيما نقولوا قاعد برا وكيت لك الفيديو الارواح، وسع روحك وسع كيما يقول لك، ويقول لك اذا تعلمت شيئا غابت عنك اشياء، معناتها قد ما تتعلم قد ما تقول قليل. وهذا المجال الله يبارك راه كيما نقولوا في العصرانه وكل يوم فيه جديد. كيما نقولوا والله غير استفدت صوالح بزاف من هذا السونتر، شغل كي درت التربص تاعي الحمد لله ربي ما كنتش متوقعها كاع هكا. الله يبارك شيوخ الاداره ما شاء الله، تسمى ما كنتش كاع في بالي، كنت منحيها من راسي كاع الحمد لله يا ربي. دوكا كيما نقولوا المد نصيحه لخاوتي لي راه قاعد يجي يدير ستاج تاعو وكذا نورمال خاوتي ونورمال. من جهة الإطعام، الإطعام متوفر في مركز التكوين المهني والتمهين. من جهة الأساتذة الله يبارك كاين أساتذة متمكنين يقدروا يوصلوا له الرسالة ويقدروا يعطوا يد الإعانة لأي شاب من بلدية أو سواء من البلدية بورقيقة أو خارج البلدية. احنا رانا على قدم وساق لي يد الإعانة لهذا الشباب اللي راهم عندهم مواهب وراهم مخبين المواهب تاعهم. ماذا بنا يتقدموا للمركز التكوين المهني والتمهين ويديروا دي ستاج، وكل واحد يدير الستاج نتاعو على حسب واش هو عنده هوايه. كاين اللي عنده هوايه تاعو في الطبخ، كل حاجه متوفره لهنايا. الاستاذ ما يبخلش عليهم كيما هما ما يبخلوش على نفوسهم. مي الحاجه اللي راهي خاصه دركا في الوقت الحالي حاجه راهي خاصتهم انهم تكون عندهم لا فولونتي. لازم لا فولونتي، لازم الانسان دائما يدير في باله باللي هذاك انا نحب هذاك لوميتي لازم يلحق ليه. احنا الطالب عنده في وقت الاستراحه يستفاد من عندنا قهوه، عندنا دي هكذا دي جاتو ليجي لي الماء خير من اللي يخرج برا. وعندنا هنا تسمى كاع موانشير، عندنا قهوه طروامي والصوالح تاع الجاتو كامل ثاني موانشير على برا. نقول لهم بلي كي يعني ما يوقفوش، لازم يكونوا واقفين مع نفسهم ويتوجهوا للمراكز التكوين المهني ويكملوا وينموا روحتيهم باش تكون عندهم هدف في الحياه تاعهم. الله يبارك، اقسم بالله اذا تعلمت ميتي ما الحرفه اليدين ما تزولش خويا، الحرفه اليدين تقعد لك مدام حياتك وانت تقعد. ماشي مهم تكون انسان بروبر في هذه الدنيا ولا، حرفه اليدين ما تزولش والله يبارك كلش مسهل في هذا السونتر. ما تبقاوش متراميين برا، ارواحوا ديروا لي ميتي ومشي خساره، ماشي غير معناتها دير ميتي واحد معناتها خلاص، دير ميتي كاين بلومبي ميكانيك تريسيان كاين بزاف، كل واحد وش يحب، انت دوك دير حاجه اللي تعجبك. وماذا بنا يلتحقوا الناس اللي راهي برا يلتحقوا، فجر الموهبه تاعك ما تخليهاش تحبس عندك وان شاء الله يلتحقوا كامل. وهذا نداء للجميع.
الريسك راهم يضيعوا في فرصه لا تعوض، غدوه من غدوه يكبر ومن بعد يندم على اليامات هذو اللي راهم يروحوا. احنا ماذا بينا يجيو وما يندموش، وماذا بينا باش يخدموا. لولا هذا لي ستاجير احنا غدوه تخسر لك طوموبيل ما عندكش وين تخدمها، ما تروح تشري الخبز من عند من تشري. لولا هذ الناس اللي تشجعت ودارت لي ستاج وكانت عندهم الشجاعه وداروا لي ستاج وخدموا وراهم يخدموا في البلاد، دير في بالك مليح باللي البنيان راه يتبنى بالماسون، والماسون لازم يتكون في تكوين مهني. الخبز رانا ناكلوه من عند ايادي امنه، منين راهم يتكونوا يخرجوا من التكوين المهني، تروح تخدم عند ميكانيسيا، الميكانيسيا هذا منين نبدا؟ هذا ما بداش هكذا كبرك، ما طاحتش عليه مسمى، هذا الانسان تكون وكان التكوين تاعو جيد، والحمد لله رانا نصبناهم، والدوله تاعنا تحتاج المواهب كيما هذو، وماذا بينا يلتحقوا الناس اللي راهي برا يلتحقوا، فجر الموهبه تاعك ما تخليهاش تحبس عندك، وان شاء الله يلتحقوا كامل، وهذا نداء للجميع. راهم في غفله، الشباب اللي راهم برا ماشي غير راهم في غفله كبيره، باسكو راهي كاين لهنا ما تقولوش ما كاش الخدمه، الخدمه نبداو نقولوا ما كاش، لو كان نسعى وما نصيبوش، ارواح تسعى، دير الدبلوم تاعك وربي هو اللي يفرج، ربي هو اللي يفتح لك. الابواب مفتوحه، كثر من الدعاء وتكل على ربي، وربي سبحانه هو اللي راهو يسخر لك عباد ويسخر لك ناس. احنا ما كانش عندنا لي ديبلوم وقرينا ودرنا لي ديبلوم، الشيخ اللي راهو يقري لهنا ثاني عنده ديبلوم، ما جاش غير هكذا كبرك، صافي نتايا ما تخليش روحك غافل. ما تخليش روحك غافل، ما تخليش روحك غافل، التحق وربي سبحانه هو اللي يسير فيها. موقعه الالكتروني ايكوتيري.